من جديد اهلا بكم وعذرا على التاخير، يمكن ابو مشعل طلب تغيير الكراسي في جلسه اخرى فيستاهل ضيفنا. انا قلت له راح تكون الحلقه خاصه بطريقتها باسئلتها بمواضيعها حتى بطريقه الحوار فيها. حياك الله يا ابو مشعل. الله يحييك يبارك فيك. ابو مشعل، المواقف مواقف خرف دميثير نعرفها، الناس كلهم متابعين وعارفين الاستجواب هذا ايش سوى، الموقف هذا وين صوت، وين راح، وين جاء. احنا الان نبي يعني في هالحلقه هذه نبي نعرف طريقه تفكير خرف دميثير، ليش يمشي في هالاتجاه وليش ما يمشي في هالاتجاه هذا. يعطينا وجهه نظره، شلون يتناول الموضوع، شلون يلتفت للمواضيع. بس قبل ذلك خلينا نشوف ابو مشعل، يعني في المجلس الاخير حط سايلنت ابو مشعل انت، ولا تصريح ولا موقف ولا يعني وينه؟ خلف دميثير وين اللي قبل كان صوته عالي؟ هذا سؤالك؟ هذا سؤالي. اول شيء قبل لا ندش في الاسئله، ليش سايلنت هالايام؟ ليش صامت؟ والله تقدر تقول يعني نعطي فرصه لزملائنا الجدد يتكلمون ويمارسون العضويه وينطلقون في الامر، هذا من جانب. من جانب ثاني، انا من طبيعتي ما احب التكرار. لما انت تتكلم في موضوع او في قضيه تكرر 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 الناس تمل. مو ما في شيء جديد اقدر اقوله يعني عشان تتخذ موقف، بس بدون تصريح. قليل جدا يعني توصل لي تصريحات يعني مو ذاك مو متتابعه. لذا تشوف انه مو مهم التصريحات، الناس عارفه المواقف. لا عارف بعدين، لا يعني اذا ما في شيء جديد يفيد الناس يفيد المجتمع ما في داعي اتكلم. يعني اتخذ قراري في الموقف في الموضوع المطروح امامي. ما تعتقد ان مرت قضايا هامه في الفتره هذه، مثل الاتفاقيه الامنيه، مثل تعديل قانون بي او تي، مثل اشياء يعني لها ثقلها؟ انا لما يدلي الكثير في الموضوع سواء اعضاء مجلس الامه او غيرهم او صحافه او كذا، اعتقد كثره الاراء يعني تغني انك انت تتكلم، كانك انت تعيد بعض الكلام. يعني ما احب انا اعيد كلام غيري، يعني خلاص قالوا اكتفي باللي قالوا. اي بس ما اعرف الناس ما عرفوا انت وين رايح، يعني انت مؤيد لهذا الامر على اي موضوع؟ مثلا الاتفاقيه الامنيه اللي هزت البلد. الاتفاقيه الامنيه لو انا جايك في الاسئله هذه، بس اقول لك يعني لا، الفكره اني ان خلف دميثير رغم ما لديه من خبره طويله جدا من 81 الى الان، يمكن مجلس واحد اللي ما دشيت فيه اللي هو 2012 مجلس الاغلبيه. مو محسوب هذا. انت بتسقط من العمر ها؟ لا مو محسوب هذا، قانونيا مو محسوب، دستوريا مو محسوب، يعني فاهم؟ على العموم يعني انا يعني لما اكون راي اقول رايي، يعني ما تحذر من شيء. لكن لما اكتفي براي غيري معناته خلاص، معناته مقتنع باللي ما يطرح. إيه انا اقول لك المشكله ان ما عرفنا اي راي فيهم انت مؤيده. لو قلت مثلا انا مؤيد راي اكس من الناس واكتفي في اي موضوع؟ اقول لك في المواضيع الجسام اللي مرت علينا، مثل الاتفاقيه الامنيه، مثل بي او تي، مثل قانون الشركات. انت يمكن قد تلوم تقول والله ان فلان ما قاعد يعطي راي اتجاه معين في اي قضيه مطروحه مثلا. اولا انا انظر نفسي اني انا اول شيء نائب مستقل، مستقل بمعنى الكلمه يعني. حتى من الحكومه مستقل؟ اميل له الحكومه في كثير من الاحيان. لاني ماني محسوب على احد. اذا ما كنت حكومي ابو مشعل، منو الحكومي؟ لا لا مو مثل انا ما تزعل اذا قلنا مثلا خلف دميثير سلمان ما تحرج انا من هذه. اي اقول لك ما تزعل. لا لما يكون طرح الحكومه مقتنع فيه اوقف فيه حتى لو بروحي. ما عندي يعني اشكال في هذا الامر. لكن يعني ما تقول في اراء يمكن مرات نجي نقولها لهم مباشره للمسؤولين للحكومه لاي طرف بالنظام، نقول لهم ترى الوضع كذا كذا كذا. هذا الكلام اللي انت تاخذ منه نتيجه. اما ان يطلع منه نتيجه ابو مشعل احيانا ايه ننصح. ليش؟ لان يعني ما يصير يعني يكون في جفاء في قضايا تطرح او اهمال او سلبيه في التعامل في الامر. لا احنا نجي نقول راينا وممكن نعلنه علنا. لكن انا ليش اقول لك انا مساري هذا الامر؟ لاني انا قلت لك نائب مستقل، ماني محسوب لا على كتله لا على تيار لا على حزب لا على اي جهه، محسوب
على نفسي وقناعاتي. بنفس الوقت ميولي لو في تكتلات أو غيرها لا أميل للحكومة، لأني أشعر مهما يكون حتى الحكومة فيها تقصير أو فيه إهمال فيها، هي الأفضل من بعض الآراء اللي تطرح اللي ما أدري وين تودينا بعضها. يعني أنا أشعر أن فيها مخاطر على البلد. يعني أنت مؤيد حتى للحكومة القادمة اللي ما تعرف من هي؟ يعني لأنك تضمن أنها أفضل من الموجودين. يعني أنا لأن أول شيء تربطني بالنظام علاقات خاصة، علاقات ود ومحبة. اشتخل النظام بغض النظر الحكومة بو... ما يخالف النظام هو الحكومة جزء من النظام، يعني واللي وتمثل سياسة النظام. لا لا الحكومة يعني عرض النظام. لا 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 أبو سلمان، مو مسألة اللي عارض الحكومة عارض النظام. يعني في مواضيع مثلا أميل، لما أقول لك المواضيع اللي أميل لهم فيها من المنطلقات هذه، بحيث أنه يعني الحكومة أشعر أنه آمن من بعض ما يطرح. يمكن هذولك لهم أهداف يعني. وجهة نظر إيه أنا ضدها، يعني أي قناعتي في هذا الأمر، فأقول لا أفضل. فلذلك قلت لك ما خلتني أكمل إجابتي، إن شنو ارتباطات تاريخية قديمة معاهم على مدى السنين هذه ومحبة ومعزة، وأنا أقول حتى الآخرين ما شك في محبتهم للنظام. فلذلك دائما يعني أكون مثل ما تقول يعني وسيط خير بين الرأي الآخر وبين الحكومة اللي هي تمثل النظام. وقلت لك علاقتي ارتباطي مع النظام، ولذلك يستغربون لو أنا جيت تشنجت في موضوع معين بنفس الوقت ما أعرف أمثل. يعني أجي أدعي شيء وهو مو قناعتي. لا بالله يعني هذه نشهد لك، حتى خصومك يشهدون لك. إن شاء الله ما في خصوم إن شاء الله. لا خصومك سياسيين تبقى، يعني خصومة أفكار ما هي خصومة أشخاص. يعني هذه للمشاهد، كثر من الناس يقولون ليش استضفت خلف دميثير، ناس من المعارضة وناس من ربع الحكومة يقولون لك ليش تروح عند محمد الوشيحي في توك شوك والكلام هذا. أكيد طبعا في توصيات واجد من الربع، حتى المعارضة عنزة من الحبلان يقولون عطى الأسئلة. لكن والله أبو سلمان قبيلتي كلها الكويت، ونعم فيك في قبيلتك في كلها الكويت. النقطة المهمة اللي نقولها للمشاهد أن هنا يعني هذا ما هو بيتي الخاص، ما هو دوانيتي الخاصة، هذه تلفزيون نطرح نستضيف جميع التوجهات الفكرية والسياسية. خلود دميثير الآن يمثل أو يميل إلى الرأي الحكومي، خلنا نأخذ رأيه ونشوف شلون طريقة التفكير. يمكن إحنا غلطانين في شيء، مو بالضرورة إحنا كل شيء صح وخلود دميثير خطأ. عرف خلود دميثير بالوضوح، بالشجاعة، بالصراحة، في صراحة الرأي. مهما اختلفنا وياه علق الرجل يطلع يقول أنا رجل مع الحكومة، ما ادعى المعارضة، لذلك نبي ناخذ منه كل الأمور بالتفصيل. بمشعل، أنتم تنتقدون عادة ربع الحكومة وأنت واحد منهم، انتقدتوا مجلس الأغلبية اللي تقول أنت ما مو محسوب، إن شكلت فيه لجان وما لجان والكلام هذا تحول إلى مخفر، وبعدين في تتهمون المعارضة بالتأزيمية والاستجوابات والاستجوابات. المجلس هذا فيه لجان لا تعد ولا تحصى، المجلس هذا اللي هو حكومي قح استثنى واحد أو اثنين بالكثير، كلكم ربع حكومة، ومع ذلك كم استجواب؟ 12 استجواب، والثالث عشر يمكن يقدمه رياض العدساني قريبا. صرتوا تأزيميين تعتقد؟ ما سقطت حجتكم هذه؟ يعني احنا كمجموعة المجلس كنواب حالياً، يعني أول شيء أنا ما لي حق أتكلم حق المجلس، لأن لهم آراءهم ولهم، أتكلم عن قناعاتي ورأيي. هي أصلاً المعارضة في العمل البرلماني مطلوبة، وإلا ما يصير برلمان، لازم في رأي آخر، وفي آراء قاعد تطرح وتبين وجهة نظرها يعني ضد تصرفات الحكومة أو تقصير الحكومة في أي مجال. بالنسبة لما ذكرت أنت بالنسبة للأخوة مستجوبين، لا المعارضين، لما قلت يعني أول شيء الأسلوب اللي يمارسونه، وحق لهم أنهم يعارضون يتكلمون ويمارسون العمل الديمقراطي بالطريقة اللي هم مقتنعين فيها، لكن رافعين السقف أكثر من اللازم. أنا خوفي على ديرتي هو اللي يخليني دائما لما تقول احصل على اتهامات مثل هذه، والله انه موالي للحكومه، لان الوضع السياسي اللي شفته بالدول العربيه اللي حوالي
بلدنا مثلا ليبيا اللي قاعد يصير فيها، تونس، مصر، اليمن، دول كثيرة علبوا أن ديمقراطية وعلبوا أن حركات جديدة وعمل سياسي جديد طلع للأسوأ. تقصد الثورات، ثورات الربيع. إيه أنت من 81 بمشعل، يعني قبل هذه بـ30 سنة، قبل الربيع العربي بـ81 في قضايا، في ترى كثير من بعض المواضيع وقفت أنا ضد، يعني ولا تحرج ولا أني خايف من لا من حكومة ولا من غيرهم، لكن أنت تحسب علي أغلب مواقفي أنه بس أنا هذا قاعد أقول لك، أنا هذه المحاذير حتى لما كنا في الثمانينات كانت الحرب العراقية الإيرانية دائر ما يدورنا، كانت مشاكل سياسية تصير يمين ويسار، فدائما أنا أحاول أجنب بلدي أو أساهم بالرأي اللي جنب بلدي أي مخاطر من هالقناعة، ودائما مع الحكومة اللي يكون رأيك في اتجاه الحكومة. لا مو باتجاه الحكومة، لأن الحكومة هي السلطة المهيمنة على البلاد، الحكومة هي اللي تدير مقدرات البلد، هي اللي تشرف على التنظيم وما يخالف. اسمح لي الله يخليك، فأنت من هالمنطلق هذا لما يكون طرح آخر، احنا شفنا معارضة بالثمانينات، شفنا معارضة بالتسعينات، وشفنا معارضة لأول 2000، ما شفنا هذه الحدة بالطرح، واحيانا يكون فجور بالخصومة، يعني مو لهالدرجة يعني عدائية. احنا ما نبي المجتمع يتمزق على ابو انه والله نمارس ديمقراطية ومارس حقي السياسي في اني اقول ما اراه واتصرف بما ما اريد، ما يصير. يعني الديمقراطية فيها جذب شد وجذب، اي جذب، يعني تبعد وتقرب، ما بس ما تبالغ في انك انت يا اما هذا الشيء يصير يا اما احنا بنسوي 81 ما كان في الثمانينات ما كان في استجواب وزير العدل اللي يحل المجلس. اي صار استجوابات بس كانت محدوده وكان حوار ديمقراطي صحيح وحلا غير دستوري، هذا غير دستوري بال86 بال86 دليل على ذلك ان المعارضه ما غلطت، لانه قدمت 5 استجوابات بذاك الوقت، وكان تدري الفتره التاريخيه بذيك الفتره غير الفتره اللي احنا فيها الان. قصدك الحرب، الحرب الايرانيه؟ لا بالثمانينات الفتره اللي كانوا فيها، يعني لم الحكومه ضج بذاك الوقت لما يجيها 5 استجوابات ورا مع بعض، التفكير الحكومه يرتقى فيما بعد بالتسعينات وبالالفينيه انه بداوا يتقبلون الاستجواب، ما كان في يوم الواحد يفكر انه والله ممكن يستجوب رئيس الوزراء. بالالفينيات لا، قام يتم استجواب رؤساء الوزراء وقام يطلعون المنصه ويدافعون عن نفسهم، هذا شيء زين، تطور. هذا يحسب للمعارضه ابو مشعل، ما يحسب لكم ولا يحسب للحكومه. لا هو هي ممارسه عمل. اي بس انا اقول سجل النقطه هذه، سجلها في المعارضة، في المعارضة. انت ليش سلخت بقيه الاعضاء من المعارضه؟ ما هم كلهم مرات نوقف معاهم باشياء ومرات ما نوقف معاهم باشياء. ابو مشعل ما قدمت ولا استجواب، ولا وشنو الاستجواب لايته؟ انت من 81 الى الان. لا ما قدمت انا ولا استجواب، ومش بس شاركت باستجوابات، ايدت استجوابات، ايدت اللي هو الكليب، مو بس الكليب استجواب الشيخ سعود والله رحمه الله عليه، رحمه الله عليه سعود اللي قدموه، ومن اعز الناس عندي، وانضغط علي من الحكومه ومن اعلى المستويات، ومع ذلك رفضت، قلت اقسم بالله اقدم استقالتي من المجلس ولا اشارك او اتخاذل في قضيه مثل هذه. صار فيه استجواب، صار استجواب قدم، ما صار تصويت. اسمع لي، الخنة والطبطبائي والعليم قدموا الاستجواب، ولما حتى قاعد معي الشيخ سعود يناقشني يقول لي ما يصير، يعني مو منطق ان كذا كذا، هذول لهم وضعية، لهم قصد، يبون روسنا، وما يعني احنا، يعني خاصة كان يتكلم عن الاخوان وهذا. قلت له انا ابو فواز، اذا ما اتخذت اجراء حق المسؤولين اللي عندك في وزارة الاعلام اللي وافقوا على دخول الكتب اللي تتمس الخالق سبحانه وتعالى والملائكة والرسل، فأنا لن أقف معاك لو شنو. أنا ماني ضدك وتعرف معزتك وتعرف أن أنت. قال لي بس هذول يمكن يقصوا. قلت له تدري لاني تيار ديني، ولاني متحزب لحد، ولاني كتلة، ولاني مساوم. أنا أقول لك إياها، هذا الموضوع لا يمكن أني أتفاهم. إيه أنا أقول لك بس أبو مشعل، ما صار تصويت على اساس انه صار الاستجواب، صار الاستجواب وتم عد الاراء، تلمس الاراء، لدرجه انه جاني 3 اعضاء
اذكرهم مبارك الدويله وجمعان عازمي اعتقد واحد مثل وناصر الصانع جوني في الديوانيه بالليل دقوا على الباب والله من غير موعد بيشكروني على موقفك لاني اعلنت بالجرايد موقفي معلن يعني ان هذا موقفي يعني انا اذا وضع المنصه الاستجواب راح اصوت ضده ويعز علي اني اصوت ضده لكن قلت اصوت ضده لاني مقتنع ان هذه القضيه فيها خطا ما تحمل ما حاسبهم تحمل مسؤوليه رغم انه شيخ خلينا نشوف الفيديو خلينا نشوف الفيديو هذا ابو مشعل انا وياك ابو مشاهد رئيس بسم الله الرحمن الرحيم لحظه مؤيد ولا معارض ما تبي حكي يعني معروف لا خلاص هذا شيء يعني لا تسالني فيه يعني راح اسالك لا والمره بقناعه بعد بقناعه اكثر يعني انا مرات شوي يعني لا خلاص هذا ابو مشعل هذا استجواب محمد عبد الله ايه يعني شيخ تقول لا تسالني فيه لا ما قلت شيخ اقسم بالله ما قلت شيخ هو ما يحتاج تعريف هو شيخ بليان اي شنو الكلمه اللي قلتها هذا شيء لا تسالني فيه شيء قسما بالله هذا اللي قلته وبالمضبطه موجوده لكن حرفوا عن هذول جماعه التويتر والسوالف حرفوا الكلام وخليه بس تقول هالمره عن قناعه يعني عاده احيانا ما بدون قناعه لا مو بس لان كثير ركيك كان الاستجواب ركيك حيل ومقتنع انه هو ما يتحمل مسؤولية وخاصه ان الاعمال اللي حوسب عليها باعمال وزارات سابقه مو له ابو مشعل تعتقد ان دور النائب ممكن ينحصر فيه تخليص معاملات لا انت المشاركه هم 50 نائب معقول ال 50 نائب يقولون رايهم بكل يوم بكل جلسه لا بد يتكلم 5 7 10 بالحوار 12 15 فمو شرط انه يعني ان المجلس قلت لي سؤالك على المعاملات ان يقتصر دور النائب لا انت الكل يمشي بالجانبين المعاملات والمشاركه ملك في استثناء من هو؟ احمد السعدون احمد السعدون هذا ما يسوي شيء لحد. بس لك عن احمد السعدون ابو مشعل هذا يعني المتابع لجلسات مجلس الامه انت تسالني عنه وانت من المعجبين فيه جدا وهذا حقك لا والله انا ان انتقد على احمد سعدون بعض الاشياء بس ما ابي اثقل عليه لان الاعلام كله عليه الاعلام الحكومي ربعكم ابو مشعل هو يسوي نفسه طرف ضرب هو سعدون هو يسوي نفسه طرف خلاف يعني لازم يوالي الحكومه في كل شيء ويوافق يعني على كل شيء معقوله كله ضد هو يصير مو معقوله مو معقوله كله ضد لا مو كله ضد احيانا يقول لسكان يقدموا له وافق قدم هو حلول ما كل ازمه هو طرف فيها صارت كل الازمات اللي صارت لان البلد والحلول اللي صارت المجلس كله هو طرف فيها رئيسي الحكومه فاهم ما يصير هو المفروض يكون قدوه ويكون هو اللي يلطف هذا توني بسالك بقول الجزئيه اللي يمكن المتابعين عن قرب يعرفونها احمد سعدون دائما في الجلسات في رئاسه المجلس يكون صارم جدا وقوي وتعامله بجديه مع الموضوع لا بأس مع خرف دبيثير ما يضحك الا مع خرف دبيثير يقط له يعني كم قطه ما عندي تعقيد فيه شيء بينك وبين خرف بينك وبين احمد سعدون في علاقه بينكم في شيء بينكم طبعا علاقه وين اعرفها من سنه 70 70 يوم كنت طالب بكليه المعلمين واشتغل بالبريد كاتب فرز يعطوني راتب 60 دينار سنه 70 وانا طالب سنه رابعه وهو اللي وظفني لما كنت العب نادي كاظمه كره يد اها فجيته وكان وكيل مساعد هو او مدير اداره في البريد ووظفني اداوم العصر اطلع من الكليه اداوم العصر ومغطي نفسي ذاك الوقت يعني عايش على قدي على قولتك لا لا بس يتقبل لا منك بصوره غريبه يتقبل بس مرات في يطق مطرقته لا مو مطرقته لا يطق بعض الكلمات تزعل تخرب تزعلك انت قصدك ولا تزعل؟ اي مره يعني هذا شيء طبيعي بالعمل البرلماني عاد والله هو متحفظ في مفرداته مثل شنو ابو مشعل؟ لا بس انا يعني انا السعدون شخصيه سياسيه مميزه لكن وايد متشنج يعني شويه خلي يكون في مرونه مو معقوله تكون طرف بالحده وكله ضد 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 هني تشككني فيك معناته انت مو قصدك الخلاف على موضوع معين او على قضيه معينه انت خلافك على امور اخرى تشككني كذي هو يقدر يقول نفس الكلام انت دائما كله مع 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 مع
تشككني فيك يا خلف دميثير، يعني هو ضد انا يمكن وقف ضد انا بعطيك ادله، انا وقف ضد اكثر، هو ولا مره وقف مع ولا مره وقف مع ولا مره وقف مع الحكومه يعني او معك انت مع في مواضيع مرات وقف احيانا اذا في اشياء تكلم يعني عن مثل قضيه الداو، كانوا الاخوان لهم راي، هو كان له راي اخر، وفي النهاية خسرنا من الطرفين، لا صرنا معايد الجريتين، لا الداو وقعت العقد الحكومة ولا سلمنا ولا من سلمنا من النهاية بالغرامة. والسبة الخلاف، يعني ممكن أمور مثل هذه يمكن التوصل لحلها بأقل الأضرار. مي قضية أنا ضد هذا، تعتقد أن هم اللي يتحملوا المسؤولية؟ يعني مو رئيس الحكومة اللي هو رئيس مجلس الأعلى للنفط اللي اتخذ القرار، رئيس الحكومة من اللي يتحمل المسؤولية؟ تجاوب معاهم على أمل أنه يعني يكون يعني هذا نوع من التعاون منه كرئيس حكومة مع رأي آخر، وخاصة ما تعتقد أنه عشان حافظ على كرسية، يعني هالمليارات مليارين وشوي راحت، كل هذا عشان حافظ على كرسية ويكسب رضا الشعب اللي كان متصدرين؟ مو هذولاك يهددون بيستجبونه، هذول يهددونه بيستجوبونه. ليش يهددونه؟ شنو فائدتهم الشخصيه؟ اذا الغيت العقد نستجوبك. اي ايش فائدتهم واذا الشخصيه؟ واذا انت وافقت على العقد هذولاك نستجوبك. فصار بين امرين، وهو يبي يعيش جو تعاون كرئيس حكومه بتلك الفتره، تعاون مع المجلس، لان التعاون مطلوب ومو عيب ان المجلس يتعاون مع الحكومه ويكون في نتيجه ثمره فائده للبلد وللناس. لكن لما يكون الكل شاد وهذا، انت شنو موقفك ذاك الوقت ومشعل موضوع الداو؟ مع سحب الداو ولا مع القطاع؟ لا انا مع توقيع العقد، مع توقيع العقد اتمنى يعني ضد رئيس ما كنت الحكومة. بذيك الحده، لكني شنو اني اقول خلي اتمنى العقد. ليش احنا عقب ما يسوون اجراءاتهم ويسوون تعاقدهم تجي الحين في النهايه تعال الغي العقد؟ يوم الغاه ما يستحق مساءله؟ وقلنا لهم ان الغاء العقد يكلف الدوله هالكثر، مليارين و200 مليون دولار، فهذه في خساره على المال العام. يعني رئيس الوزراء ما عنده خبر بهالمبلغ هذا مليارين شيء؟ ما ادري. لا ما تعتقد يستحق مساءله؟ البند موجود ما تعتقد انه عقب ما سحبه وكلف الدوله بهالمبلغ هذا، خلينا نقول الشعب غلطاني، يلا بروح وياك الشعب غلطاني، ما تعتقد انه كلف الدوله هالمليارات كل هذا عشان حفاظ على الكرسي، لذلك يستحق استجوابه؟ حدد يقدم له تاريخ يا ابو سلمان، حددوا تاريخ قبل 31/12 انه ممكن الشرط الجزائي ما يكون بالجزمه. ما ادري شنو اللي صار، يعني صارت يعني مثل تقول انا اشوف هذه خم بخم صارت، واخرتها نتائجها اللي قاعد نشوفها. انا بوصل لنقطه، من يتحمل الخطا من ناحيه برأي خرف دميثير؟ المؤيدين لسحب سحب المشروع او المعارضين له؟ يعني الشعبي المعارض انه يقول لا توقعون، او الحكومه اللي هي قالت لا والله بنسحب؟ لا بنسحب بناء على ضغط هم الحركه الدستوريه عليهم، ضاغطين على الحركه الدستوريه، يبون يوقع، يبون يوقع، يبون يوقع، لان وزير النفط في ذاك الوقت وزير النفط، وزير النفط العليم، العليمي اي، يعني كان من ضمن مجموعه هم عندهم وجهه نظر مخالفه لي، فيمكن رئيس الوزراء استمع الى راي وزير النفط وبعدين هذول جو حسفوه، فما يبي يزعل احد، يعني انا اتوقع كذي، بس ما ادخل انا في قلبه شنو جوابه. دوله تمشي بهالطريقه هذا ما يبي يزعل احد. احنا لا زلنا بدايه نمشي نحبو الحين كدوله للحين، يعني لا ما تعتقد انك انت ساهمت في هالشيء هذا؟ ها؟ ما ساهمت انت في هالشيء هذا انك لا خلي شجعت الحكومه؟ لا والله انها تصرفت تصرفات، لو كان لو كنت معارض شرسا؟ لا والله وشاف يعني انت لا انا ماني معارض شرس، ولا عمري اصير معارض شرس، ولا راح اصير معارض شرس، باقي على نفس الخط. انا ون وي وين ويتك زيد. في الان طلعت معارضه ابو مشعل، معارضه قصدي موالاه حكوميين، ستايل جديد، يعني اصدار جديد يبين انه معارضه شوي، ويهدد ويستجوب، يمكن في بعض ينقي له وزير الضعيف هون هناك مطرف هذه يضرب عشان يخاف من الوزير الثاني عشان تمشي معاملات. خرف دميثير الى الان، يعني انا لوني وزير وجاني خرف دميثير في معامله، ممكن ادز له نقل موظف، نقل موظفه ادز له، لكن الاشياء الكبرى لا والله خرف دميثير ما يخوف، لا يستجوب ولا، وجاي مدرعم وياي سواء، يعني معناته اللي يجي المجلس لازم يخوف. لا اقول لك يعني ما تعتقد نسحبه البساط منك؟ التخويف يعني اداه ابتزاز، هذا اللي بسالك. انا اقول لك هل الان الحكومه، ما تعتقد ان الحكومه الان ما قامت تخاف من خرف دميثير لانه ما يخوف، ما عنده لا نياب ولا مخالف ولا يستجوب؟ ما راح اخوف غير بعض، ما راح اخوف، ما تعتقد نسحبه البساط؟ نهجي واضح، ودائما انا امثل جانب الاعتدال
والهدوء والمنطق. أنا يهمني شغلة واحدة في بلدي ومجتمعي، أن تكون استقرار البلد، مع احترامي لكل الآراء المختلفة، لكن الاستقرار هو الأهم. ما تبي تصير نائب مؤزم؟ ما أتوقع أطلع من المجلس أحسن ولا أصير نائب مؤزم. خلينا نشوف المشيت الحكومي خلف دميثير للحكومة. أنا نائب تأزيم مع البراك أبو رميح. هذا بعد انتخابات النائب الرئيس اللي خسرتها. عملت أي لحظة زعل غضب. ضربت ال... لا مرة. بس يعني هذا بدون قناعة. لا أنا أعطيك شيء. لا لا لحظة انفعال ممكن. تقول بعطيك شيء. مرة ما أدري شنو تكلمنا بالجلسة. وكان الموضوع وقلت الحكومة الوزير اللي ما يصير جسمه أحط الحكومة الوزير أحط صابعي كذي. أنا الحين ما تكملت. كان يقول قول واحد من الزملاء. قلت لا خلهم معلقين هم يفهمونها. خلهم صابعي خلهم أحط صابعي أقصد بعيونهم يعني. بس إن شنو خليتهم معلقين أدبا يعني، ما ودي أتلفظ في شيء مثل هذا يعني. في عصبية أحيانا تطلع أحيانا على أدائك تطلع مرات، لكن ما تطول ما أعرف أحقد، ما أعرف أنفعل. يمكنني ما تفهم أول 10 دقائق أو ربع ساعة نص ساعة، بس بعدين أركد. ما هذا طبيعتي. تعتقد أنك وصلت لمرحلة من الحكومة أنه ما عاد عندك خيار آخر؟ مستحيل الناس الحين تقبلك معارض يعني حتى لو زعلت من الحكومة؟ والله إذا في قضية حق لو أوقف معارض ولا أخشى بالحق لو متلائم. السرقات هذه كلها أبو مشعل. وين السرقات؟ عطني ثبات. السرقات يا ابن الحلال كل دول العالم. شلون يعطوني؟ أنت الحين مساعد تتكلم برنامجك عن مثل الشفافية والفساد كل دول العالم فيها تلاعب وفيها فساد وهذا، لكن مغطين نفسهم ما تقدر تلقى له أثر. هذا ربعنا ولا اللي برا؟ اللي برا بالعالم. يعني سرقات مثلا في الفساد مثلا في فنلندا وفي النرويج نفس الفساد في الكويت، بس هناك مغطي نفسهم قانونيا. طبعا اللعب نفس المستوى. هم الاحزاب بينهم هم يتوزعون الادوار بينهم. عندنا هني هم بعض اللي يسرقون في مؤسسات الدوله وهذا مغطي نفسه ما تقدر تثبت عليه. اما اجي اقط الكلام بس سياسيا حاسبه سياسيا مو تحاسبه جنائيا. حاسبة سياسية لا تقول له تعال عطني البصمات وما عطني البصمات. هي ما فيها لا بصمات وحين لا ما فيها وثائق أوراق شيء مراسلات مبالغ شيء يعني كل المعاملات كل هالاستجوابات أبو مشعل. المهم اللي في 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 المالية اللي في ما أنفي إن في بعض الفساد في أجهزة الدولة، لكن في مبالغات أكثر من اللازم. هذه اللي تخلي الواحد الطيب نفسه من السالفة. لأن هالمليارات هذه وين تروح أبو مشعل؟ ما تسأل نفسك؟ مليارات الدولة ما تنعكس على الشارع، ما تنعكس على المستشفيات، ما تنعكس على الدراسة على الجامعة. شنو الميزانية ولا إيه مليارات الدنانير الميزانيات إيه وينها ما تنعكس على 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 الخدمات في الكويت؟ خدمات الكويت عاجبتك؟ يعني نتكلم عن الصحة وال قاعد يشتغلون قاعد يجتهدون الحين قاعد ورشة مستشفيات قاعد تصير طرق. أنا أتكلم عن إن أنت تقول في فساد الآن لا من خلال مسيرتك من 33 سنة هذه الأربعة. إذا ما في ثبات ما أقدر أتكلم. أنا ما يصير أجي ألقي على مدير مؤسسة ولا مدير وزارة ولا وزير أنت كذا وأنت سرقت وأنت شلون كلام عام هذا مرسل ما يقبل في القانون. ما تحس أن مسؤوليتك أنك تروح تبحث وتقعد مع الناس اللي شافوا المخالفات وتقول أعطوني وثائق مثل ما يسوي غيرك في الاستجابة؟ هم يجيبون الناس اللي عندهم معلومات هذا هم اللي يوصلون للنواب لي ولا لغيري. هذا يمكن يوصلون غيرنا. إذا أبو مشعل عشان تكون الصورة واضحة أمان، من 81 إلى اليوم خلف دميثير شاف أن المواضيع ما تستحق، كل المواضيع اللي مرت ما تستحق استجواب. ما تستحق لا ما تستحق استجواب. الاستجواب إذا طرح موضوع فيه إثباتات أدلة على فساد معين أو على تجاوز معين أو على سرقة معينة ما مكشوفة السالفة ما يصير ما تقدر تغطي عليها. لا ما طرح شيء بدليل بإثبات، كله كلام عام. أنا ما يصير أسمع واحد معادي له وزير معين ولا مسؤول معين أروح أتبعه بس على بني واحد منهم. وإذا ما تبعته أصير ماني خوش رجال وهم الزينين وهم الأبطال. لا ويا موقفنا معاهم في أمور ومع ذلك
لم يحسبونها لنا. ليش؟ لان لن تكون معاهم 100%. لا ما اقبل 100% لا معاهم ولا مع غيرهم. في استجواب انا فلذلك اميل مع الحكومه بنسبه 70% اكثر. بس 70 بس 70 مش عزيز. انا ما راح اكلمك عن استجواب، كنت بقول لك عن استجواب اعتقد يعني ساهمت فيه في جزئيه معينه بحسب مقال كتبته اللي هو استجواب وزير الداخليه السابق او الاسبق جابر الخالد على اللوحات الاعلانيه ملحت كانت الادله واضحه والرجل قال لي صحيح بس احنا حولنا الموضوع للنيابه. طلع ما حول الموضوع للنيابه فكتبت انا الموضوع انه ماكو قضيه ما حول للنيابه. استجوب مره ثانيه ايضا انت مالك علاقه في الموضوع. هذه الادله تكون تبي ادله، هذا واحد من الادله اللي اذكره لاني انا ساهمت في في في, في الموضوع. على اي حال اول شيء انا شوف انت تقول كتبت بالموضوع، انا اول شيء عجبني اسلوبك في الكتابه حتى لو اختلف معك بالراي او ممكن الموضوع انت تستخدم اسلوب الجاحظ بالكتابه يعني جاحظي إيه إيه إيه. تخلط قول الجد برائع الهزل دفعا لسآمة القارئ واستجماما للنفس. حلو إيه. حلو هذا تميز ترى لك. الله يحفظك إيه. اجل خلني برد المديح خلني بقول لا ما بقول للناس يمكن شغله يمكن ما يعرفونها. عندنا وقت مدير الاخبار ايضا حبلاني فبيمد لنا شوي الوقت. طلعنا في 2009 عوني اذا انا غلطان، رحنا انا وسعود العصفور برضه وقلنا مر نبارك للربع، رحنا باركنا للربع من خالد اعتقد خالد طاحوس ورحنا مشينا مسل احمد سعدون ومسلم البراك صالح الملا ومرينا على جمعال الحربش. هذا يقول الناس انت تعرفها اكيد. مرينا على جمعال الحربش عقب ما خلصنا اي قال سعود العصفور احنا في ثالثه وسلمان في واحد ابي امر عليه مو من الربع بس مر عليه يستاهل. من هو؟ مرينا ولا طبطبائي. قلت والله اللي يستاهل جيناه كان قاعد على رصيف علشان. قلت اجل انا ابي واحد بنروح نسلم عليه مو بس مو من ربعنا بالمره لكن مستبعدني اي مو من ربعنا بالمره لكن بروح له. رجل لانه مريحني جاء يقول رجل يقول انا مع الحكومه لا ادعي معارضه ولا استعبط على الناس ولا هم يحزنون. ايوه انا مع الحكومه واضح خلنا نروح نسلم عليه. فمرنا عليه بس صعقت له بخبر ووعد لازم تمرونا في وقت اخر عشان على الاقل ما يكون عندي ناس ولا عندي زحمه. لا ومن ذاك الوقت موعدين مش عارف من 2009 لليوم ما جينا. لا وعدتكم مره بمقابله وانتم اعتذرتوا كان ايام انتخابات 2000 ايام انتخابات إيه. بعضنا نسق لان كان ذاك الوقت يوميه كانت ابو مشعل صحيح حقيقه استجابه يعني لرغبتك ولاخوتك ترى ما يمنع ان احنا مختلفين بالراي قناعتك قناعتك لي قناعتي لكن في موده في احترام اقسم بالله يا ابو مشعل والربع والناس يدرون كلهم ان النائب اللي يقول انا هذا خطي الناس يحترمون التلون مو زين التلون ما هو مو صحيح. لا تجيني تدعي انك معارضه وتحضر في المعارضه او تروح تقول الخطوه الخمس مال الخمس. خلينا نرجع لاسئله ابو مشعل. في انتخابات المجلس اللي انت ما تبي تعترف فيه عن الناس الان ما يبون يعترفون في مجلسكم انتخابات المجلس ذاك سقطت جبت للمره الاولى طلعت خارج اللعبه وصلت لمركز 14. تعتقد انه خرفت ميثير خسر ولولا ان الصوت يعني الصوت الواحد هو كان مركب الانقاذ لخرفت ميثير ولا لو ترجع حتى صوتين او خمس اصوات تنجح؟ مرحله غريبه اللي صارت وصارت فيها مؤامرات وما في داعي للكلام الكثير في مؤامرات كثيره صارت شلون؟ لا والله مهم وصار فيها دفع فلوس كثيره للمعارضين اللي يسمون نفسهم معارضين اندفع لهم فلوس وشروا اصوات بالهبل. المعارضة هم اللي شارين مناطق معينة اي نعم المعارضة هذا سقطك المعارضة ونزلوا ناس مرشحين لا صار فيها مؤامرة كبيرة. من اللي دفع لهم؟ جهات داخلية ولا خارجية ابو مشعل؟ ابو مشعل احنا تكلمنا عن شجاعة. انا اقول كلامي هذا وانا اجزم عليه اي من داخل ولا خارج؟ لا تسألني ما راح اسألك بالتفاصيل ما راح اقول لك فلان بالتأكيد ما راح تقول فلان. لا قول لي قد يكون من داخل ومن برا قد يكون بس يكون من برا اغلبه من داخل اي اذا من برا ما تعتقد انه خيانة؟ ما في اثبات هني الحكي ما في اثبات بس انا عندي قناعه ان هذا الشيء الامر جرى من برا جت اموال للمعارضه المعارضه صار تحالفات كثيره وكلها مقصود فيها تحالفات تكتيكات انتخابيه دائرتي انا اتكلم دائرتي الثانيه اي تكتيكات انتخابيه هذه لا مو تكتيكات تحالفات ما مو طبيعيه يعني مو طبيعيه في نواب نجحوهم ذيك الفتره ما يعرفونهم الناخبين ما يعرفونهم هذا كلام خطير مو مشعل ان في اموال جايه من برا للمعارضه والله هذا ما تعتقد نسمع لكن تقول لي وين الدليل اقول لك ما عندي دليل وش على من الاشياء اللي نحبها فيك ايضا كلامك عن اعترافاتك على نفسك ان اي نعم انا قبضت
اي نعم انا كذا اي نعم. شلون قبضت؟ ما سالتي شلون بس كلمه قبضت وقطيتها. لا تقول في الفيديو جاهز الفيديو باقي الانتخابات اسبوع. اي جاء جاء في فيديو شرحت شرحت القصه. خلينا نشوف عشان القصه اللي انت شرحتها يشوفها المشاهد ايضا للتذكير. اعطونا الفيديو. قلت له صار لي 31 سنة في مجلس العمناء واعمل لي اسهم بالبورصة ابيع واشتري وموجود عندك بالفايل كل تحركات حساباتي مع البيع مع البورصة مع انت. هذا واحد. اثنين عندي بعد لي علاقاتي مع ناس من تجار الكويت واهلها وبعض ربعي في لي شغل معاهم. قال مثل منه؟ قلت عندك مثل اخ فؤاد الغانم لي شغل معاه ولي فلوس استثمرها معاه وتجيني ارموني شرك شغل معاه في وكالات معينه لي سهم فيها ومرات يعطيني تبرعات حق الناس جزاه الله خير حق مشاريع انسانيه حق فقراء حق طلبه حق غيره حق مرضى. يعلم الله على مدى 20 سنه علاقتي مع هذا الرجل لانه فعل الخير بكل معانيه واعتزالات لاعبين وغيره وكل شيء. ولي شغل كذلك مع لؤي الخرافي هم لي شراكة في بعض المساهمات وبعض فوق هذا كله مصادر دخلي القيادة السياسية تساعدني ماديا ونعطي المحتاجين من مواطنين من مرضى من طلبة يدرسون من متعثرين من ناس ناقص عليهم بنيانهم وعلى مدار السنة. وشغلتي هذه مو اليوم أمس صار لي من بديت بالمجلس وهذا أنا القيادة السياسية ما يقصرون لما ما نحل مشكلة مواطن في طريقة ما نحلها يمكن عن طريق المساهمة المالية لعل وعسى. قال منهم القيادة السياسية؟ قلت له سمو الأمير ولي العهد سمو العهد رئيس مجلس الوزراء أحمد الفهد محمد عبد الله مبارك وعد لك في شيوخ كثير ما يقصرون وفاعلين للخير. مشعل هذا كلامك تشرح لهم اللي دار بينك وبين وكيل النيابه. ما وكيل النيابه لما سالني عشان لما يقولون والله وين الكاش يقولون لك ليش داخله وين مصادرها فانت قاعد تقول لهم شنو مصادر. طيب الاسهم اللي تكلم عنها ابو مشعل هذه الاسهم ما تكون كاش. لا لا حسابك يقول لك انت هذه حساباتك اللي بالبنك على مدى 3 سنوات 4 سنوات. لا لا هو يسألك عن الكاش في فترة لا معينة. لا لا سألني شنو هي مصادر أموالك هذا السؤال. مصادر أموالي قلت لهم أنا صار المجلس أكثر من 31 سنة. وبعدين هذا الكلام يعني قلته باقي على الانتخابات أسبوع أو 8 أيام ما أشعر بحرج أني أنا أقول حقيقة معينة. أنا ما بينقال قلت لهم كم رصيدي عندكم اللي أنتم طالبيني عليه. طلع حسابي 385 ألف دينار في البنك الوطني 46 ألف دينار في بيت التمويل. وين المبالغ؟ يقولون ملايين. ما ملايين أنا ما أدري عن غيري. أتكلم عن نفسي. رياض العدساني يتكلم عن 1,300,000 أقل واحد استلم. أنا ما أدري عن هذا اللي يقول عن غيري. أنا أتكلم عن نفسي لما سئلت بالنيابة وشرحت القضية وحطيتهم بالصورة المواطنين قبل الانتخابات 8 أيام ولا حد سألني هذا السؤال. أنا من كيفي تكلمت في هذا الموضوع. جميل. عضو في لجنة تحقيق وش رياض العدساني يقول اقل واحد استلم 1,300,000. منين استلم؟ على كلامه من الاذاعات. يتكلم هذا رجل يتكلم بضديه معينه لان احنا منافسين انتخابيين لا فيتكلم على الجميع بعموميه. ما في شيء يعني يوضح ان انت حسابك على مدى 5-6 سنوات يدخل عليك ويطلع عليك ويطلع منك ويدخل عليك وتبيع وتشتري وتجيك امور حتى المساعدات لما تجي نوزعها والله يعلم الله يمكن ناس كثير يعني في هذا الامر عيب نتكلم اني انا والله اقول ساعات نسمع مثل هذه الاخبار بالتاكيد لكن يعني اتكلم عن ان لكن اذا وزير لكن هي القضيه سياسيه المقصود فيها تشويه المجموعه اللي مو معه. انت الان تقول هم اللي يستلمون ايضا انت نفس الشيء رديت الصعصعين تقول هم اللي يستلمون بعضهم من برا وياخذون من داخل وياخذون من الشيوخ وياخذون من داخل واقسم بالله العظيم انا بسالك ابو مشعل بشكل مباشر لهم او بسامي اخوانهم قسم بالله هذا اللي قاعد يصير على مساعدات يعني عليهم حلال علينا حرام لما تجينا مساعدات حق الناس
ومساعدات تجي يشتريني مقابل مبلغ والله سوي كذي ولا سوي كذي. تقدر يعني مثلا محمد عبد الله مبارك تقول اعطاني فلوس، الان موجود واحد من 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 الاسماء اللي ذكرتها محمد عبد الله مبارك، تقدر تقدر من مبرت عبد الله المبارك يعطينا مساعدة. ليش ما اعطاه المبرة خلى المبرة هي اللي توزع؟ ليش راح الخلف دميثير اعطاه؟ يا خلف دميثير راح وزع، انا اجيب له كتب للناس يعطيني مبلغ مقابلهم على اساس انها وزع المجموعه اللي عندك. واحد 4000 واحد 3000. شلون بتحاسبه السؤال؟ شلون بتحاسبه اعطاك هالمبلغ هذا؟ تقدر تحاسبه بعدين ابو مشعل؟ لحظتها ما كان وزيره، لحظتها ما كان معه احمد الفهد، احمد ناصر محمد. احمد الفهد ترى يعطي الكل، ناصر محمد وناصر محمد مساعداته للكل حتى للمعارضين، ونعرف اسمائهم ونعرف كشوفاتهم اللي موجوده بمجلس. اي انا عارف، انا اقول كخلف مثير شلون بتحاسبه؟ ناصر محمد، احمد الفهد، اي 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 وزير اعطاك، شيخ اعطاك، تقدر تقدر تحاسبه بعدين؟ حاسبه شنو عليه حاسبه؟ يعني شنو الموضوع؟ تساله اذا مثلا شفت سرقه، والله هي هني في المكان سرقه. اول شيء انا ما حاسب ناصر محمد ولا جابر مبارك للحين ولا بعدين. مو قضيه انه والله ليش انه اعطى مساعدات حق مواطنين عن طريقي معناته اني لا، بس هذا مبدا عندي، نظام الحكم عندي خط احمر. رئيس الوزراء اللي هو يمثل نظام الحكم، لك محاسبة الرئيس هي تساعد سمو الأمير في في تقويم العجاج إذا كان في عجاج. ما حسب، أجي أتكلم معاه مباشرة وأقول له ترى كذا وكذا وكذا كذا الشخص، مش هذا مو صحيح، لكني مو ضروري إني لازم أحاول أتشفى أو أنتقم أو أشهر أو أدور أو أزايد على الآخرين. يعني المادة هذه في الدستور خاطئة اللي تسمح لك، تسمح لي بس ما بستخدمها. أقول هي خاطئة، تعتقد ما بستخدمها، لان انا اعتقد استقرار الكويت من استقرار اسره هذه الحكومه. والاستجواب تعتقد يهز الكويت؟ يعني ما في مشكله اذا عطني استجواب سووه اطاحوا فيه رئيس وزراء ولا غيره، ولا حتى وزير، لان الحكومه ولا حتى وزير الدوله قبل او تغيره الحكومه ما تقابل. المهم الحكومه يعني عندها اسلحه ثقيله، عندها فلوس، عندها معاملات، عندها مناصب. لا، واجهوا رؤساء الوزراء، واجهوا الاستجوابات. انا برجع الموضوع، واجهوا الاستجوابات ونجحوا فيها. برجع الموضوع، احنا ما نعرف نمثل، نسوي هيصه وكذي اطرح الرجال ولا سوي. يعني هذا دربي. طيب احنا نرجع، خلينا نرجع لموضوعنا اللي هو عن المعارضه. انا شدني الموضوع انه يستلمون فلوس من برا طوال خدمه. ليش تضايقت يوم قلت لا لا بالعكس شدني اقول لك. تضمن انه ما خذوا شيء؟ لا والله لا حاشا ما اضمن. إيه؟ ولا اضمن كأنني كم واحد. انا قاعد انا اتكلم ويا نائب مخضرم من 81 موجود، ومرت عليها اسماء، مرت عليه حكومات، مر عليه نواب. بعرف الان رموز المعارضه، خلني اذكر لك اسماء عشان تكون، ما نقول رموز المعارضه، بعض اشهر المعارضين: احمد السعدون، مسلم براك، وليد الجري، حربش، جمال حربش، دكتور جمال حربش، دكتور فيصل مسلم. هذول الناس استفادوا اموال. انت رجل صارحت عن نفسك، ما بالك عن هذولا. انت قول لي نعم. انت سالتني سؤال وجاوبتك بعموميه، ما اذكر اسماء انا، بس انا عندي معلومات وفي، بس اني ما ادخل في هذا الامر. والله لو ذكرت اسم كون لو ما عندي دليل ما اقدر. اي بس هذه انا اتكلم عن ام دوله ابو مشعل. لا تجرني يا وصول اموال من برا ام دوله ابو مشعل. دور سؤال غيره، دور لك سؤال غيره على هالخشب. طيب ابو مشعل، خلينا بعيد عن السياسه، بعيد عن السياسه، ما زلنا في موضوع ليش ما توفقت في المجلس اللي ما انت راضي تعترف فيه. وتقبلت النتيجه. تقبلت النتيجه وهنيت اللي نجحوا. انا اعتقد مع ذلك ان موقفك من دخول الناس ديوان ظاهر الحربش رحمه الله عليه، ان دخول القوات الخاصه، ما يعني انا اكلمك الان كانسانيه بعيده عن السياسه. زين، واللي شجب ثاني يوم وطلعت بالتلفزيون وبالصحافه نفس المقال اللي قلته، نفس الكلام الشجب والاسلوب اللي مارسوه، بس في ناس تبي تظلمني، شو تسوي؟ لا بس ما اقسم بالله شجبت من ثاني يوم الظهر، الحادثه صارت بالليل الظهر، حدا قاعة المجلس والتسجيل موجود، وابحث عنه تلقاه في قاعة في المجلس، في قاعة من قاعة المجلس، كلام عام، صحافة كتبوا والتلفزيون نقل اني شاجب لهذا الامر، وما كنت اتمنى ان تطور ان القوات الخاصة تمارس هذه الاسلوب القمع بالطريقة، يعني ان ما نبي يؤخذ على الكويت ان يمارس هذا الاسلوب. ومع ذلك كان بامكانهم، قلت انا بامكانهم انهم يدزون الناس اللي برا، يدزونهم بهذه المصدات اللي معاهم من غير ما تمد ايدك ولا غير ما تدش حتى داخل.
من غير ما يدشون داخل يقولون ما دشوا ما ادري عاد فيديو ما شفته ابوي شفت الفيديو عند الباب عند الباب ما دشوا داخل اذا في صور ثانيه ما ادري يعني بس انا شجبت انت شجبت ليش شجبت اذا ما دشوا الباب لا شجبت انه ما يصير الشرطه مو هذا اسلوب عملها حمى البيت يعني قدام البيت الناس الانفعالي ما يصير ان انت تمد بالهروات وبالجسمه بس ما يستحق استجواب كان بامكانهم يمسكون الشخص اللي يشوفونه قداحرهم يركبون الباص ويحولون المحكمه للتحقيق ما له داعي ان توصل التصعيد يعني بس صدقني في ناس كانوا في نفس الندوه ونواب كانوا يتمنون انه يصير احتكاك على تسوون قضية عشان يستجيبون ناصر محمد ذاك الوقت برغم ان المسؤول عن هذا الامر وزير الداخلية تحاسب نواياهم مش على استجوب وزير الداخلية ليش تستجوب الشيخ ناصر انت رايح رح تتحاسب نواياهم طيب انت ليش ما استجوبت وزير الداخلية ليش ما استجوبت انت ما كنت حاضر بهذا الامر احنا رفضنا الاسلوب بس ان الاداة الاستجواب توجه لوزير الداخلية ذاك الوقت جابر الخالد توجه له ما توجه لناصر محمد الامر جاي من سمو الامير ما بتجمعات برا زين لو خلينا نرجع للموضوع الاستجواب لو وجهوا الاستجواب لوزير الداخليه بتأيدهم كنت ما ادري لحظتها شنو لما يصير الحوار والنقاش وتبين الحقائق اكثر ما اقدر يعني ابين موقف يعني الحين ما صار استجواب لرئيس الوزراء ولا صار استجواب إيه بس ما صار استجواب اقصد لوزير الداخليه لان هو المعني في الامر اي ما كان لك نيه استجواب ولا تدري ايش يصير رجال القوات الخاصه مسؤول عنهم وزير الداخليه واللي يحاسب ويسال وزير الداخليه ما تنقل المسؤوليه معناته في ضديه وعداء انا ما بدخل بالعداء هذا إيه انت ليش تروح بعيد هذا اللي نقول لك قوم الناس وقول لهم لا يا جماعه انا بستجوب وزير الداخليه عشان يكون احرجهم ما تصير كذي هم اللي رافعين البيرق في الموضوع هذا ما يقدرون يعني انا معارض بس واحد استجوب وزير الداخليه على موضوع دخول البيت ما نضحك على نفسنا ما راح يردون على موضوعنا لان لما تجي والله بستجوب وزير الداخليه ما بستجوب انا لاني ماني طرف في الموضوع بالندوه لاني انا مفروض ان تحترم القوانين ان ما ممنوع التجمع خارج المنزل داخل البيت وقالها سمو الامير وبالتلفزيون امام مجلس وزراء كان تو راجع من ابو ظبي في مؤتمر قال يا وزير الداخلية ممنوع كذي بالحرف الواحد ممنوع التجمعات خارج المنزل داخل يتكلمون اللي يبونه ويقولون اللي يبونه ليش التحدي حطوا كراسي وما كراسي وبعدين العصر جو في سن من القانون على الكلام هذا ان الداخل الجلسات ما تكون برا في قانون احنا بلد مؤسسات وقانون زين طلب منكم ابو الجميع ان ما يصير كذا اللي هو سمو الامير ان المفروض خلاص سووا ندوتكم وتكلموا وسجلوها في فيديوهات ونقلوها يعني ليش مع ذلك قالوا خلاص بندش داخل العناد هم يا رجل انا اشوف الطبطبائي قاعد يعني يجر الشرطي يقول اطقني عباره يجر امتال احنا نشوفها بالفيديو هذا يعني ايش معناته شبي يبي الاحتكاك عشان يسوي قضيه يسوي صيحه ويسوي ازمه البلد يعني الدخول سالفه الدخول هذه الطبطبائي يحملها الطبطبائي غلطان واللي يفكروا نفس تفكير الطبطبائي الدخول غير والطبطبائي برا الجسمه وكان يتشاحن مع شرطة انت ما كنت طلعت الشريط الفيديو 100% شايفه بالتفصيل انت يمكن اكثر من مره كان هو يجرهم انا شايفه بالتلفزيون يجره ويدز هذاك يروح يرد على الشرطي يتلي يعني بيقول طقني لما يطقه على اساس تصير قضيه ولا طق النائب في ديوان الحربش وان شو اسمه هذا قمع وهذه سياسه بوليسيه ويعني تشويه ولذلك استدرجوا الشرطة ووقعوا في المطب الشرطة في هذا الأمر بس عشان شنو عشان يسوون استجواب لناصر محمد ما له طرف في الموضوع هو صح رئيس حكومة بس ما له طرف في الموضوع استجوب وزير الداخلية كل الندوة كانت الشر يعني شبك عشان يصطادون فيه رئيس الحكومة هذا والله ما كانوا هذا يعني هم اللي النواب هم اللي جابوا القوات الخاصة قالوا القوات الخاصة تعالوا لا قالوا لهم ممنوع ممنوع وكان في تصريح قال جمعاء الحربش حاضر بندخل الناس وقام يساعدون بعض النواب متى جو الشرطه من البدايه جايين جو قبل الندوه اي ساعات كثيره من العصر من الظهر ليش لان كان في تصريح من احد النواب ساغلق منطقه صليبيخات تحدي للسلطه تحدي للدوله تحدي للقانون شلون تغلق منطقه سكنيه في غير عقد ندوه برا ندوات عقدت برا في نفس الوقت منعه المرة قالوا وهو لان هذه معارضه ما لا لا مو هو اول المقصود مبطنه السالفه مبطنه فيها لحم الضب وكلتها الحكومه اي توهق وواجهوا الاستجواب واجهوا الاستجواب
خلينا نشوف ابو مشعل لك تصريح دائما وابدا تطالب باحترام القضاء. خلينا نشوف لما الحكم صدر ضد خلف دميثير ايش صار؟ اعطونا الفيديو جاهز يا شباب. تصيد علي. قضيه ولا اقدر اسهب في اشياء كثيره جوانب اخرى، لكن اللي عرفته ان هناك تقصد في الحكم، لا جريمه وقعت ولا انا وقعت على شيء ولا وصلت البنك. كل ما حولت المبلغ من حسابي 39,000 دينار تغطيه لاسهمي. تعتقدون اني مشاريك ويا المجموعه هذه؟ حتى المجموعه نفس الحكم، كلنا 20 واحد كلنا عدم النطق في العقاب، ما في متهم اول وثاني وثالث. فعشان الحكم جاء حكم سياسي. هذه ابو مشعل قضيه بنك بومبي. مساهمتي باسهم في بنك بومبي. تقول تقصد وحكم سياسي. انت دائما تطالب باحترام القضاء وان القضاء الان يوم صارت عليك تقصد وحكم سياسي، تعتقد ان قضاء نحترم القضاء ولا نزال نحترم القضاء؟ لكن انت لما تتكلم عن القضاء ما تتكلم عنه كله، تتكلم عن قاضي معين حكم بطريقه انا انتقدتها. يعني انتقدتها انا، اقول لك ليش؟ لان القضيه على 22 شخص والمتهم الرئيسي فيها البنك التجاري، انا مواطن جاي اساهم بطاقاتي المدنية ملوت أهلي وأعمامي وأهلي وقرايبي، يعني حوالي 160 بطاقة. وهذه صارت اللعبة حرب بين وزارة التجارة أيام الله يذكره بالخير عبد الله الطويل وزير التجارة وتابع له البورصة طبعا، مع البنك التجاري. لأن عن طريق البنك التجاري كانوا في مجموعة يبون يحصلون على أكبر كمية من الأسهم للسيطرة على بنك بوبيان. في جهة أخرى حاربتهم للأسف مجموعة اقتصادية، حاربتهم عن طريق وزير التجارة أنه ما تخليهم يساهمون هذولا، وجو ساهموا أسهمهم بيوم الخميس آخر يوم من الاكتتاب. أنا أوراقي مساهم قبل 10 أيام. أنا ما أقول أنا مظلوم، وأنا فعلا المظلوم فيها، لكن الله العالم دخلوا أسهمي مع هذول المجموعة اللي مجموعة أسهم، مجموعة من الأسماء فيها شيوخ وفيها حتى رئيس البنك التجاري في ذاك الوقت من ضمن المتهمين 22، إن أنتم ساهمتوا زين، المساهمة من قبلت رفضتوها يوم الخميس عن طريق البنك التجاري. قالوا لا، أنت البنك التجاري أنت حاط حسابات وهمية. زين أنا كمواطن إيش دراني البنك إيش يسوي؟ أنا طرشت مندوبي راح أحط مساهمتي وحطينا المبالغ المقابلها. يبقى أنت ليش تخلطني ويا هذولا إذا أنت بتحاربهم من ناحيه اقتصاديه؟ انا حكم الاحكام صادر عليكم جميعا ولا جميع اي مو بروحي، لان ثلاث درجات كنت بقول لك، ثلاث درجات يعني عليك ثلاث درجات، اخر درجه اللي هو امتناع نطق الحكم ولا هي براءه ثلاث مرات بالاستئناف، حكم جماعي. شلون براءه ثلاث مرات؟ ثلاث مرات يرجعونها من 2004، ما انحكمت الا ب 2010. الحكم النهائي شنو؟ الحكم النهائي عدم النطق في العقاب للمجموعه كلها 22 شخص، الامتناع عن نطق الحكم امتناع عن نطق بالعقاب وكفاله حسن سير وسلوك لمده 2 سنين، وبعد ذلك كان لم تكن. ومع ذلك يجونك وزاره الداخليه وتقول لي والله انت حكومي. اي بس تعتبر يعني ادنى درجات الادانه اللي عدم نطق بالحكم يعني. اي صار التفسير شنو؟ التفسير نفسر هذه تحجبه عن الترشيح ولا ما تحجبه؟ هل هي جريمه مخله بالشرف والامانه؟ اما هي جريمه مخله بالشرف، ما في تكييف حتى للامور هذه، ما في تكييف لها. على العموم تجي لجنه تجيز ترشيحي، يطعن شخص اخر اكسب القضيه، يصير استئناف اكسب القضيه، تجي الانتخابات اللي بعدها بسنه نفس المسلسل تكرر. اللجنه اللي كانت موافقت لي اني اترشح هالمره لمجموعه لجنه اللي سموها اللي طلعوا فيها مرسوم، لجنه العجيل. ايه لجنه العجيل. أيه؟ هذه منع الترشيح، جت طلعت قرار. اعلى مستشارين في البلد ابو مشعل هم اللي شطبوك. ها؟ اعلى مستشارين في البلد. ايه هم اللي شطبوك. من اللي شطبوك؟ واللي ردك قاضي درجه اولى مع محكمة دارية. محكمة دارية. اي بس اللي اولا اللي حتى هذه اعلى درجه. أعلى درجه، بس انه في النهايه حتى مرسومها سقط طاح، دليل على انها تشكلت كذي.
قلا قلا. احنا طبعا بالتاكيد ما نشكك في 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 قدره المستشارين والقضاء الاحترام. ابو مشعل، عاصرت انت اربعه كلهم تولوا رئاسه الحكومه. الشيخ سعد العبد الله، الشيخ صباح الاحمد رحمه الله عليه، الشيخ صباح الاحمد، الشيخ ناصر محمد، الشيخ جابر المبارك. هل لمست اختلافا بين الحكومات، بين التوجه، بين الخطوط، بين الفعاليه، بين الاداء؟ من اللي تفضل؟ اي حكومه فيه؟ كلهم حلوين، كلهم حلوين. بس انا اقول لك، قلت لك الزمن السياسي اختلف من مرحله لمرحله. لما كان سمو الامير الوالد كان رئيس الحكومه الشيخ سعد، كان يملك صفه ولايه عهد، فهذه تعطيه يعني حمايه اكثر وكذا. وبرغم انه يعني كان في راي معارض وفي كلام يعني كثير على الحكومه وانتقادات، لكن في ستوب. انا ما اتكلم عن نفسي، انا عن المعارضين، انهم كانوا لا ما يصلون لدرجه التصادم. هذا دليل على شنو؟ مش مو دليل على انهم محافظون ذاك الوقت؟ اي اي شوف، هذا دليل على انه الان تطور الوعي المجتمعي وتطور الناس دليل على الحكمه السياسيه اللي تمثل فيها النواب ذاك الوقت. اي هذه واحده. اثنين، هو اصلا مجلس بدون معارضه ما له طعم. شوف ترى انا اؤمن في هذا الشيء، ما يصير كل المجلس. لان انتم ما راح تستفيدون اذا ما كان في معارضه، انتم كربع الحكومه. ايش قصدك بالسؤال انا؟ ما تستفيدون، ما تنسوا معاملاتكم. والله جد يا ابو مشعل تراني انا ما من النوع اللي ابتز. انا جدا بسيط وسهل وواضح. في نواب يبتزون ابو مشعل واجد؟ في بالتاكيد في كل الناس والله في في وخاصه المجالس السابقه. استفادوا من التهديد بالاستجواب؟ ايه يطلع منك يقول يلا. السياسه لها وجهين، وجه قدامك انت المواطن تشوفه، ووجه ثاني مخفي. مخفي خلف قناع. زين، تقول على وقت الشيخ سعد رحمه الله عليه كانت محصنه، كانت رئاسه الحكومه محصنه بولايه العهد. يعني بعد ذلك الشيخ صباح يعني يظل يعني شخص، يعني حتى لما كان نائب رئيس وزراء يعني ظل له هيبته وله مكانته وله تقديره عند الكل باعتباره احد اعمده الحكم. احمد اعمده الحكم. جاء الشيخ ناصر الفتره اللي جاء فيها، طبعا يعتبر شاب بالنسبه للكبار، بنفس الوقت حاول يكسب كل الاعضاء كثر ما يقدر، اتفقوا معاه واشادوا فيه، حتى السعودون اشاد فيه ذيك الايام. اول ما في البدايه اشاد فيه يوم كان اقدم على خطوات، دليل انه ما في عداء شخصي. 2006 2008 و2009 اشاد فيه. 2009 شو اللي تغير؟ اشاد فيه بشنو؟ انا ما اذكر. لا ذكرنا ابو مشعل. والله اشاد، انا اذكره في على اساس الجزيره الخضراء وسالفه امان. لا في امور تجاوب معاهم لما طلبوا الغاء، دليل انه ما في عداء شخصي، الغاء بعض المشاريع اللي شككوا فيها، تعاون تفاهم وياهم وتجاوب معاهم على امل ان شنو، ان المجلس يجب ان يتعاون موالاه ومعارضه مع الحكومه. جميل، لان نبي نتيجه. يعني يوم 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 قام بخطوات يرونها اصلاحيه مدحوه، قالوا يملك نفسا اصلاحيه. اي نفسا اصلاحيه، هذه نذكرها. يوم اخترح، معناته انه ما فيه، ما تلاحظ انه ما في عداء شخصي، يعني سوي شيء نمدحه. عداء شخصي تصطدم المصالح مرات. بس واول مشكله اصطدموا فيها اللي مشكله الداو تقريبا. تقول الداو تجاوب معاهم، ارضى هذول وزعل ذولاك. ارضى الشعبي اللي معروف عنه القدره على الاستجواب، المنصه يدل المنصه، رجل الشعبي. انت طبعا تمدحهم. لا والله ماني شعبي. انت عضو وياهم. لا والله من حقك كيفك. لا انا اكلمك كمشاهد. شلون يأسسون حزب وهم ما وقر قوانين الاحزاب عندنا؟ يعني مخالف للدستور اللي قاعد يسوونه. هو تيار، ما هو حزب مبدئيا. هم الان قاعد يقولون انا ما ابي اروح للحشد، لان مبدئيا بس في معلومه، الدستور ما اجازها ولا منعها، يعني ما صرح وافق. بس ما لكن انت لما تجاز الاحزاب تجاز ككل. انا واحد من الناس ودي بالاحزاب، لكن بعد 40 سنه لوضع الكويت. هل لما نشوف الاحزاب هذه قامت تناتش بليبيا اقول الله يرحم القذافي؟ لما نشوف اللي قاعد يصير بسوريا، ولما نشوف اللي قاعد يصير في مصر، وقاعد يصير
في يعني ليبيا تونس. ايام القذافي مو زينه بس ان ليبيا يعني زين ليبيا تونس ايام زين العابدين تونس الان بعد يا ابو سلمان ما نبي الشعب الكويتي الشعب الكويتي مسالم متحابب وليش تقارن بالدول العربيه اللي عرف عنها الفساد ليش ما تروح تقارن برا احزاب برا احزاب الحين حزب الجمهور والحزب الديمقراطي في امريكا وحزب العمال وحزب المحافظين يوزعون الادوار بينهم هذول يوزعون على حساب البريطاني مثلا العمال والمحافظين سياستهم على حساب البريطاني المواطن المواطن مقتنع لان هذول الاحزاب هم اللي يقودون الشوارع ما تعتقد منافسه عشان انا وياك وكل واحد فينا يصارع عشان يقدم الافضل كسب يعني رضا المواطن والله حتى رئاسه الحكومه لما يجي سواء بامريكا ولا متفقين عليها قبل ما تصير الانتخابات ان هالمره لكم الجمهوريين المره مرتين لكم يعني هذه وارده في عملهم السياسي وعشانهم احنا ما نوصل لمرحله هذولا لكن احنا التخوفات اللي انا دائما اقولها انه يعني احنا ما نبي الكويت نبي الكويت الحب بين اهلها التراحم واذا لقينا سرقات الحين قاعد نشوف نواصل الحب مع بعض لا لا انت سرقات انت سرقات عليك اثبات الدليل اليمين على من دعا ماشي امنيه اختلالات امنيه مثلا لقينا مشاكل في الموانئ مثلا لقينا مشاكل في الحدود حاسب. هذه تستحق حاسب بس انا اقول لك الاحزاب الحين مو قاعد يفكرون هم يبون الاحزاب ويبون كذا ويبون الحكومه منتخبه الاحزاب شو معناته؟ الاحزاب معناته انا عندي افكار معينه وانت عندك افكار معينه، احنا شكلنا مجموعه بس احزاب انت لاحظ من انتشر تدخل بالاجهزه انا بس بنبه المشاهد ابو مشعل اذا تسمح لي انبه المشاهد انه يعني تجاوزنا هذه فتره الاخبار لكن بناخذ بعد شوي بعد اقل ان شاء الله راح ناخذ الاخبار لكن انت تتكلم عن ناصر محمد استطاع تقول حاول لا خليني اكمل لك جوابي تفضل اللي يخلي مثلا الحين الاحزاب الحين لاحظ الاجهزه اللي قام تستخدم، هل علاقه الكويتيين مثل قبل سنه ونص سنتين مثل الحين؟ مثل قبل سنتين واكثر؟ صار في فتنه من اللي جابه؟ الفتنه هذه من اللي جابه؟ جويهل من اللي جابه؟ انا ما لي شغل بالجويهل اقول لك على سبيل المثال من جابه؟ من جابه انا مؤيد للجويهل انا اكثر من رفضه واكثر من شنو موقفك في جويهل؟ من نصح لكم موقفي غلط اللي سواه غلط كبير تعتقد انه جايبته المعارضه ولا جايبته السلطه ولا جايبه من هو نفع المعارضين اكثر مما يضرهم من اللي جابه تعتقد؟ ايش دراني يعني؟ من اللي يرعاه؟ ما ادري انت رجل سياسي والله ما اعلم ونصحت انا جيت يعني تدري عن الحزب الديمقراطي والجمهوري ابو مشعل مكشوفه امورهم واضحه مبينه المره يستلم ما تدري من اللي يحميه من اللي طلع في القنوات يستلم 8 سنوات كلينتون يستلم 8 سنوات يجي اوباما يستلم يعني لا بعضهم 4 سنوات يعني فتره واحده على اي حال ما يعني طالع الرجل في 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 قنوات وفي وسائل اعلام معينه مرعي بشكل واضح ما تدري من جايبه ابو مشعل والله ما اعلم عنه اقسم بالله من اللي جايبه وين موقفك الحاد؟ انت رجل يعني كل الكويت اتحدوا في ذاك الوقت الشيعه والحضر والاضافه للقبائل انت ابن قبيله ما سمعنا لك صوت عالي في هذا وين فيه؟ في موضوع جويهل يوم طعن في 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 سمعه الناس اول من انتقده بالتلفزيون مسجل انا ورفضت الاسلوب اللي قاله عن مسلم في ذاك الوقت ب 2008 اول ما تكلم قبل ما يطلع محطته وكان عندي صحفيين بالبر في مخيم بالبر وقاعدين الصحفيين متغدين عندي وصار الكلام لما شفنا مقابلته على طول شجبتها ورفضتها وفي الاستجواب؟ استجواب ايش علاقه الجويهل بالاستجواب؟ على احمد العبد الله استجواب وزير الاعلام اللي سمح له انه يطلع في القنوات وشو موقف خلق؟ قناه مو قنوات حكوميه مسؤولية أحمد عبد الله عن القناة الحكومية تلفزيون الكويت مو مسؤول عن القطاع الخاص يا رجل أنا موقفين برنامجي وزير الإعلام موقف برنامجي أنت تتحرش فيهم حيل يعني اللي تحرش فيه في الناس لا لا في أعراض الناس لا لا لا, لا, لا أنت لما تسألني عن رأيي شنو في قلت لك شجبت كلامه ورفضته وأسلوب ما هو مقبول لأن هذه أساليب الفتنة وأساليب التشهير أنا أرفضها تماما لأي طرف في الاستجواب شنو موقفك في الاستجواب أي استجواب قلت لك استجواب احمد العبد الله اللي وزير الاعلام اللي قدم الدقباسي تذكره؟ اي لا ما كنت ضده ما كنت ضده انت تحاسبه على كان يحاسبونه على انه ما عندك مندوب مالي ما في مالي شنو هو؟ ما في مدير مالي مدير مالي للمحطه هذه مو مسؤوليه يعني ان وزير الاعلام حاسبه على وزارته لا لا بس لا هو الرقابه كان موضوع على تقسيم المجتمع مو مشعل اي تقسيم المجتمع ما يقسمه واحد مثل هذا اللي يقسمه الآن الأجهزة والفتنة اللي قاعد تصير والتشهير والضرب بالآخرين والفتنة انتشرت بشكل مخيف يعني ما هو شيء زين ذاك الوقت أبو مشعل تتكلم عن ناصر محمد تقول حاول أن يكسب الجميع عرف بعدين لاحقا طلعت سالفة الإيداعات بسأل سؤال أبو مشعل
هل ما زالت الامور اهليه يعني الصرف استمر الدفع للنواب حتى في عاده في رئاسه وضح سؤالك عارف. وضح سؤالك ذاك الوقت عرف ان في ايداعات ايه على وقت ناصر محمد ليش تربطها انت بناصر محمد الايداعات يعني ليش ما على وقت ناصر محمد ما قلت إيه؟ شخص ناصر محمد ايداعات هذه لعبه سياسيه ضديه فيما بينهم ما ادري شنو صار بين من بين اطراف ما ادري شنو مع جريده القبس كتبوا الكلام انت متهم فيها ابو مشعل شلون اقول انت متهم فيها متهم فيها ودافعت عن نفسي وطلعت إيه؟ براءه منهم احنا نتكلم عن الاطراف المشاهد ينتظر نبي يعرف الحقيقه احنا استضفنا ابو مشعل عشان نسالك إيه؟ وانت تجاوب لو تطلب ال 50 عضو بذيك الفتره قول لهم ابي حساباتكم ما تنقى 12 13 عضو هني القصد من اللي تنقاهم ابو مشعل ما ادري هو. ما ادري يعني في خصومات بينك وبين الموكب خصومه او عداء لا والله انا ما لي خصومه لكن انه اخذت بالرجلين على قولتهم لكن 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 بس انت يعني كان في وضوح حتى انك طلعت امام الناخبينك وتكلمت وبالارقام يعني غيرك اللي كبت امي واللي ما كبت امي واللي دبرها لكن انت السؤال هل ما زال الامر مستمر في حكومه جابر مبارك؟ امر شنو؟ دفع الاموال للنواب هل مساعدات حق الناس لا ما في وقفت إيه؟ يعني علاج مع علاج يعني مبروكين شيوخنا مبروكين ما لا كعلاج الواحد ما يشوف عند موضوع العلاج الواحد طالب يدرس يوقف ويرجع ورا طالب يدرس واحد يعني متعذر حسب قناعه الحالات مو من طرف الحكومه حتى من اطراف اتكلم عن الشيوخ خلينا نروح للنقاط المهمه الان ابو مشعل الحكومه المنتخبه ليش ترفضها؟ الحكومه المنتخبه إذا شيخ مو ماشي رئيس حكومة تبي لي مواطن طيب جرب إذا ما مشى الشيخ جرب المواطن والله هذه عليك ما والله يأذونه يتأذى وما يكمل حتى أسبوعين أنت يا لأن سهل الهجوم عليه أنت يا رئيس الحكومة الشعبي إيه سهل الهجوم عليه أو أنه يتمترس مع مجموعة ترتبط فيهم مصلحته ويصيرون كلهم جروب واحد وتمشي الأمور على ما يريدون يعني ما انت ويسوون نفسه يقول لك والله المجلس معانا بجيبنا ما لنا شغل باللي ضد ما انت مؤمن بمبدا المنافسه في الحياه ومش عارف ما تعتقد التنافس بدري بي بي ها؟ بدري على ذلك مو الحين يعني الوضع الان افضل من الشيوخ العمليه الحكومه بالفتره الحاليه لن يستطيع قيادتها الا واحد من اسره الصباح تسمع عن صراعات في اقطاب الاسرة الاحزاب اسمح لي الاحزاب زينه تنظم العمليه السياسيه والعمليه البرلمانيه لكن مو الان لان لا زال في تقسيمات في ترسبات انت لاحظ انت الحين احزاب لبنان كل المشاكل اللي بينهم بيان وزاري مو قادرين يطلعونه ادزك للدول اللي متطوره ديمقراطيه ترجعني للدول قبلنا يا ابو سلمان بالديمقراطيه هذول قبلنا بسنين ومع ذلك احنا بس احنا لا نبالغ نسرع بركبه الدرج شوي شوي على ما نوصل يعني انا قصدي بس التوقيت من 62 ابو مشعل الى 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 2014 62 كانت الكويت توها بدايتها بعدها يعني توها توها تفك الخط ايه يعني هذا حقيقه هذا واقعنا توها المؤسسات الدوله حتى ما اكتملت صح حطيت دستور 62 لكن في النهايه تطبيقه يبي له 60 70 سنه 100 سنه انت الحين وصلت 50 سنه انتظر 20 30 سنه وترتب الاحزاب وتبعد البغضاء والكراهيه اللي موجوده الان موجوده ما تعتقد وجودها بسبب ان الحكومه بهذه الطريقه بسبب ممارسه الديمقراطيه لا اخوي كل واحد يبي المصلحه لنفسه يعني الديمقراطيه هي اللي سببت لنا هذا الوضع اللي احنا فيه اي لانك انت تمارسها وتتمارسها قد يكون بطريقه متشنجه ويصير في تباعد بينك وبين الاخرين في طائفيه بسبب هذا الطرح في طائفيه يعني نواب المعارضه ابو مشعل او المعروفين بالمعارضه مو نواب الان المعروفين بالمعارضه هل هم اللي جابوا الطائفيه تعتقد طرحوا امور طائفيه؟ في فيهم جزء طرح طائفيه ما في طائفيه عندنا بالكويت ما عندنا طائفيه ولا عندنا التفرق هذا اللي قاعد تقوله مو باللي قاعد يصير الحين صارت عداءات مي عمليه ان واحد انتماء ينتمي لطائفه ولا القبيله لا صار في عداءات من خلال ممارسه الديمقراطيه والكتابه والضرب اللي مو معايا طقه هذا ما يصير اذا مثل ما تبي نحترم رايك بختم وياك في سؤال مثل ما تحترم رايك تحترم رايي يا اخي هذا المفروض لما نتعامل كاثنين مواطنين يعني احترم رايي واحترم رايك
ما يصير انت تشكك فيني وتحاول تشوه وغيري. انت شككت ابو مشعل حتى في مو عنك انا اتكلم. لا لا اقول لك انت شككت حتى في خصومك انه هم شككوا فيك او شككوا في ربع الحكومه. ويعني الناس ضرب امثله مثل ما هم يقطون احنا نقط ونعرف احنا ادواتهم. بس مني. بس انتوا جنب تربع الحكومه، الحكومه اللي تملك الواسطات، تملك الاموال، تملك انك تحط لك وزير، تحط مو كل شيء تجاوب معنا، مو كل شيء تجاوب معنا الحكومه، مو كل شيء. هذا اللي بقوله لك ابو مشعل، يعني غيرك ممكن بتاثيره يحط وزير، يحطوا وزراء نواب، صح ولا لا؟ يعينوا وزراء يمكن ابو مشعل يقدر يحط وزير، ما ابي وزير ولا وكيل مساعد، لانك انت معروف ابو مشعل ان انت مع الحكومه في يعني خير وشر في من اربع جهات. هي مقابل شيء مقابل شيء يعني ولا قناعات؟ لا لا انت ليش انت كلكم ربع الحكومة بس هذاك تحجب عليه الحق هذا بان يكون قريب من الحكومة. انا اقول ان انت في ناس موالاة مع الحكومة، حكوميين في جميع الاتجاهات، لكن يقدرون ياخذون مكاسب اكثر من الحكومة، بينما خلف دميثير مقتنع بهذا القدر الضئيل من المكاسب. يعني تدرك هذا الشيء ولا لا؟ أدرك إن في بعض، أنا أتكلم على البعض مو الآن، البعض اللي قبل هم اللي كانوا يمارسون هذا الشيء. تقصد المعارضة؟ بعض منهم هم اللي بعضهم اختفى راح طلع ومشى، وبعضهم يعني فيه من الأمور هذه. يعني السياسة يعني فن الكذب واللعب والله أنا ما عندي، أنا واضح هذا هو السياسة. يعني أنت ما تمارس السياسة؟ لا أمارس السياسة، لأن السياسة فيها فن بقدراتي بقناعاتي انا مارسها بالجانب هذا، مو بالضروره لازم اكون يعني ابن جلا. المشكله ان قناعاتك بالصدفه دائما متوافقه مع الحكومه يا ابو مشعل. الحمد لله ولا مع غيرهم الحمد لله. اقول متوافقه معها إيه مع يعني تقول هم ولا غيرهم. اي هذا المبدا. الف شكر لك ابو مشعل، شكرا لك وشكرا لك على سعه صدرك. الله يسلمك. شكرا لكم مشاهدينا، يعني اليوم طولت الحلقه شوي. اخذت اللي بخاطرك كله قلته والله، في نقاط واجد بس تاخرنا على الاخبار والناس. نسوي مقابله ثانيه باذن الله. نتشرف والله. شوف انا ما عندي شيء محلك يا ابو مشعل، شكرا لك على الاقل. يعني غيرك بعضهم تراجع خطوات قبل لا يجيبوه، مش قال له اجيك بس ابي طلب واحد بس تغيروا لي الطاوله عشان نرتاح في جلسه. هذه ديمقراطيه يعني، وانتم تقبلتوها. لو قال لي لازم هناك ما اقول. والضيف له حق علينا بعد شوي. انت اقول ما عندي مانع. الدلة يا ولد. خلنا ما عندي مانع لو قاعدين هناك مصرين على لا 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 ان شاء الله. ضيف ولك حق اذا تفضل الجلسه هذه. الله يسلمك. بعد ان شاء الله الاسبوع المقبل باذن الله سيكون ضيف اخر وحلقه اخرى، وباسمكم نشكر ضيفنا الحكومي القح خرب دميثيل. شكرا لكم ومشعل، وشكرا لكم. في امان الله. اتشرف. في امان الله.